تزينت مدينة الزبداني بكل كنوز الطبيعة، ففيها السهول والجبال على مد النظر، مما جعلها قبلة للباحثين عن الهدوء والهواء العليل. تتربع مدينة الزبداني التابعة لمحافظة دمشق على سفوح الجبال، وتمتد تحتها بساتين عامرة بأشجار الفاكهة وينابيع المياه. طقسها معتدل في أشهر الصيف، وفي الشتاء تغطي الثلوج جبالها. لبت مدينة الزبداني نداء ثورة الكرامة مبكرا، وكان أهلها في طليعة الثوار صبرا وتصميما على إسقاط النظام، كما عبروا بصدق لا تخفى ملامحه عن مفاهيم التلاحم والوحدة الوطنية، فناصروا المدن السورية المحاصرة والمنكوبة من بطش النظام بدءا من درعا. وكباقي المدن السورية المنادية بالحرية، قدمت الزبداني 10 شهداء من أبنائها تضحيات لم تمنعهم عن مواصلة مشوارهم، بل زادتهم إصرارا وعزيمة فداء ووفاء لدماء الشهداء الزكية. هذه الأيام تتعرض مدينة الزبداني لحملة أمنية وعسكرية شرسة، سقط خلالها العديد من الشهداء والجرحى، فضلا عن المعتقلين الذين ناهز عددهم المئات، وبلغت حصيلة يوم واحد 150 معتقلا جلهم من الشباب. كما تمركزت القناصة على أسطح المنازل، ودخل المدينة مجموعة من الآليات والمدرعات التابعة للجيش، إجراءات زادت من عزيمة المتظاهرين الذين لم يأبهوا بانتقام الأمن والشبيحة من خلال الاعتداء على بيوتهم وممتلكاتهم وتحطيمها، حيث كانوا يواجهون كل ذلك بمواصلة التظاهر وبهتاف يوحدهم مع كل البقاع السورية.